هذه 3 دقائق كتبان هنا 2 سحور ديالي، وقلت نتشارك معكم. خديت هنايا الشوفان اللي طيبته بشوية ديال الماء بلا زيت بلا حتى حاجة. ملي طاب حطيته هكا في واحد البلا، زدت عليه شوية ديال العسل، زدت هنايا بودور الشيا، البنان، الفريز، وهاد التوت البري. كنصحكم بزاف البنات انكم تدخلوا الشوفان في السحور ديالكم، ما غاديش يخليكم انكم تحسوا بالجوع الغد ليه. صافي دابا اللي غادي ندير هو انني غادي نمشي نقرا القران وندير الاذكار وداكشي كامل حتى يقرب الوقت ديال الفجر ان شاء الله. بالنسبه للفجر هنايا في تيزنيت كيأذن معه، بس نجبت لكم واحد لابليكاسيون زوينه هي هذه المصلي، كيأذن مع 4:17 بقى لي 1:13. صباح النور، صباح الخير، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كيما شفتوا الفلوق ديال اليوم بدا شويه مغاير، درت لكم وجبه اللي كليت في السحور كيما كنت وعدتكم، ما نشارك معكم هكا مره وجبات اللي تبقاو تاخذوهم في السحور اللي يخليكم نهار كامل ما تحسوش بالجوع ويعطيكم الطاقه باش تكملوا النهار ديالكم. صافي صلي صلاه الفجر، كذلك كنحاول مره نشارك معكم هادشي، يعني ماشي نشارك معكم غير شهيوات وداكشي اللي كنديرو هكا في رمضان، يعني ما فيها باس، عارفه داكشي بيني وبين الله وحتى واحد ما داخل فيه، ولكن ما فيها باس كما كان انفلونسيكم لشي حوايج ديال الميكاب، لي سوان، الماكله، اللايف ستايل، كذلك ندخلو معنا الحويجات الدينيه، علاش لا؟ مره دابا الحال ما غاديش نصور لكم راسي وانا كنصلي، هذه امبوسيبل، ما يمكنش نهائيا، حيت داكشي راه غادي يجي تمثيل ماشي صلاه انا بالنسبه ليا والله اعلم. ولكن هكا زعما بحال الصباح كنت جالسه كنقرا القران، وعلى ما يود الفجر الله يتقبل منا ومنكم يا ربي دوك الاعمال بينا وبين الله بطبيعه الحال، ولكن الا قدينا من الا قد التاثير الايجابي ياثر على الناس اللي مثلا ما كيصليوش ولا شي حاجه بحال هكا، فزوين غيكون شرف ليا، حتى واحد ما كامل وكلشي مقصرين والله يسمح لينا يا ربي. صافي اليوم عندي واحد الخطوه كبيره، المهم واحد الخطوه خلعاني مش حال ما قديتش نبداها، اليوم بديتها اختكم فيها الخلعه. ماشي الخلعه من هو شنو غيدير، ولكن الخلعه من انا ما نعرفش نتصرف معاه. بديت كنحيد لي كلشي زياد، شحال انا كنأجل في هذه اللقطه هذه، حقاش اش غنقول لكم، ما كانش عندي شجاعه نهائيا نبدا، كنت كاع بلاني على هذه القضيه هذه، فقت عيانه مسخسخه، يلا غادي نبدل لي لاكوش ديالو، كنكتشف بلي مبقاوش لي كوش سلاو، ونورمالمون انا كندير لي ستوك ديال لي كوش وكنشد هذيك الشبيكه اللي ديما كنوريها لكم هي فين كندير لي كوش ديالو، هكا باش كيبقاو منظمين وعندي يديا. فقت الصباح كنكتشف انهم مبقاوش لي كوش نهائيا ونسيتهم، وانا نقول ناخذها من المنظور الايجابي ونبدا نحيد ليه لي كوش، وتعرف تكون هذه رساله باش دفعني، حيت انا الا ما دفعني شي حد ما غاديش نتحرك، حيت فريمون هاد الخطوه كانت كتجيني شي حاجه اللي كبيره بزاف، ومعنا انا بوحدي وما كاين اللي يعاوني وكذا، كنت مخلوعه منها، ولكن قلت صافي جا الوقيته، واختكم هاد الصباح كامل وهي بحال الببغاء زياد، الا بغيتي دير خيخي شنو غتقول ليا؟ ماما طواليت. صباح كامل وحنا بحال هكا، عرفتوا راه كنعاودها ليه في الساعه شي 6 المرات ولا 7 المرات، وانا فيما كيدوز من حدايا فيما كيبان ليا زياد كنقول ليه زياد فاش تبغي دير، مسكين حمقته، قال لي صافي ماما صافي. نمشي نوريه لكم. المهم البنات هكا اللي حيدوا لاكوش قولوا لي ديزاستيس، زياد طيح ليكوش ياك، مشاو ليكوش، ليكوش ديال لي بيبي انت كبير ياك، دابا الا بغيتي دير خيخي شنو غتقول ليا؟ شنو غتقول ليا؟
ماما طوالت، ماما نمشي طوالت. صافي صافي زياد، ياك نعول عليك كل راجل صاحبي. زياد زياد طيح لي كوش حمقتو. المهم انا ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم الجديد في هذا الموضوع مره يا ربي تقدرني ونحيدهم ليه بسهوله كما حيدت السكاته. صراحه السكاته هو حيدو راسو، يعني ماشي انا اللي حيدتها ليه، حيت كنتشبت بها بزاف وديما ماما كانت كتقول لي حيديها لي راه خسر لي سنان والو. حاولت بجميع الطرق كنتشبت بها، حتى واحد النهار تقطعت ليه راسها. صبر عليها واحد اليومين وهو كيدير وهي مقطعه، راجلي كان كيقول لي نمشيو نجيبوا ليه وحده جديده راه غادي زعما هادي فيها الميكروبات وكذا. قلت ليه لا، قلت ليه ما غاديش نشري ليه وحده جديده، صافي خصو يحيدها. هي هذيك واحد النهار بوحديتو حيدها من فمو، قال لي ماما هادي خايبه. قلت ليه خايبه لوحوها؟ قال لي اه. قلت ليه يلاه اجي معايا. مشينا بجوج وحطيناها في لابوبيل وصافي سلينا مع السكاته. دابا ان شاء الله ان شاء الله يكونوا لي كويس ساهلين بحال السكاته. المهم نطيب ليه غداه نغديه ونحطو يدير لاسيست ونرجع معاكم باش نوريكم هكا التغييرات اللي درت في الدار. غيرت شي حويجاتك في الكوزينه وغيرت شي حويجات في المدخل ديال البيت، غادي نشاركهم معكم وصافي. ما تنسايش الا كنتي اول مره كتشوفيني اشتركي بالضغط على الزر الاحمر باش دائما توصلي بالجديد، ويلا نكملوا الفيديو ديال النهار ديالنا. من نوريكم الجوله هكا في المنزل شنو بدلت فيه في الدار، شنو بدلت فيها نوريكم هكا غير فيت في شنو خديت البارح والبارح. هادو خديتهم من تيزنيت بالنسبه للبنات اللي غادي يكونوا مهتمين، خديتهم ب 9 دراهم لحقاش الى عقلتو ديك المره قلت لكم راه خديتهم ب 260 ولقيتهم في واحد المحل ب 9 دراهم يا البنات ناقصين. خديت ثلاثه باش نكمل داك البلاكار هكا الفوق اللي كنت قلت لكم راه درت فيه هاد الشبيكات هادو. في اكادير كنت قلت لكم راه صيفطات لي ماما شي حاجه، وحتى كنت كندير المونتاج وتفكرت بلي ما وريتكمش شنو صيفطات ليا. صيفطات ليا الشباكيه، هانتوما الشباكيه ديال ماما صراحه توحشتها. عرفتوا دابا خايفه انا نهز شي وحده نديرها في فمي كثرت ما زعما ما توحشت الشباكيه ديال ماما وكنشم فارحت ماما. توحشت ماما الصراحه والله، زعما الله يخلي لكم والديكم والله يسمح لنا من الوالدين ولي والديه توفى والله يرحمهم يا ربي ويغفر لهم. الله يسمح لنا من الوالدين حيت كيكونوا هازين لينا الهم وحنا معاهم وكبرنا وتزوجنا ودرنا ديورنا ومازال هازين لنا الهم. الله يسمح لنا منهم يا ربي. اشنو صيفطت لي هنا الشباكيه، صيفطت لي هنا السلو عاد خاصني نديرو في شي طويصه حتى هو. وشنو تاني صيفطت لي الدقيق، هذا الدقيق الكامل يعني القمح الكامل، غير هو انه قالت لي راه مداير مصفي يعني مغربل رقيق بزاف، يعني نقدر ندير به المسمن، نقدر ندير به البطبوط، نقدر ندير به اي حاجه حيت داير بحال الدقيق العادي اللي كنعرفوه، غير هو صحي يعني دقيق كامل. شفتوا جماعه الصالون ما ديوهاش البنات على لي كوسان، راني ما مكملاهمش مازال خاصهم واحد الكولا اخرى ان شاء الله غير يخرج رمضان ونبالي بهم حتى هما. دوز سبيغاتور، الارض اصلا حتى الليل عاد نجفف. وهذا هو المدخل ديال البيت اللي قلت لكم نضرب لكم فيه دويره، درت فيه بعض التغييرات. كما شفتوا هذا كان هنايا وهنا كانت سالامونجي، وانا عندي هنا الدخله ديال الدار واخا واسعه سالامونجي كما شفتوا راها كبيره. سالامونجي كانت بحال مضيقها واحد شويه بما انه البيبان نفس اللون ديال الطبله، فكانت مغمقه شويه الدخله. وانا نقول علاش لا رمضان هذا نبدلو شويه العين هكا مره خصنا نبدلو ليها غير البلايص ديال الاساس، بحال راه حنا بدلنا بزاف الحاجات. تما حتى دوك لي زيتاجير اللي خديت من اكسيون هكا غير طومبوريرمون، مازال ان شاء الله غادي ناخذ واحد الديكور نحطو تما. وهذه هي داك البلاكار هنا. انا درت المرايه بالعرض، كانت بالطول درتها بالعرض. وهذا هو البلاكار، حطيت هنايا هاد الطابلو هذا اللي صاوبت فيه الحمد لله سبحان الله الله اكبر كديكوراسيون ديال رمضان. ان شاء الله غادي نزيد نامبريمي بزاف الحاجات من هادو. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني كان امبريهم من عند بنتريست، داك لابليكاسيون سميتها بنتريست فيها شي حويجات هكا زوينين.
هنا كاين هاد لابواط هادي اللي كنت خديت من بانكو دايره فيها دي شوكولا. هادي كنعطيوها لزياد في ليكول، انا نقول علاش لا ما حطهاش كتيمه كدير رمضان. صافي مازال غادي نزيد ان شاء الله دي ديكوراسيون هنايا خاصين برمضان. وانا حطيت هاد الطابي هادي، مازال ان شاء الله غادي ناخد نخرج يمكن في العشيه ولا غدا باش نشوف شي طابي اللي تكون دايره. ما عرفتش واش ناخدها في هاد اللوين هاد الغوز هذا ولا ناخدها في الكري. قولوا لي نتوما الراي ديالكم البنات، كما عارفين راه الصالون ديالي في اللون كري ومدخله فيه الغوز. دابا ما عرفتش واش ناخدها غوز ولا كري، انا جو بونس غناخدها في الكري فاتح والله اعلم. المهم قولوا لي نتوما الراي ديالكم. بالنسبه للسالامونجي فانا حاطاها هنايا في الكوزينه صراحه بخاتيك على رمضان، كتحطي هكا الشهيوات اللي ساليه هز طبصيلو معاه ويحطها فوق البوطاجي. الصراحه مزيانه يعني كما ديما كنقولها لكم، الا ربي مسهلها عليكم بلا ما تعنكشوا على راسكم. حطيتها هكا في الكوزينه والصراحه جاتني مزيانه. دايره هنايا هادي اللي ديما كنخليها هكا فوق الطبيله، دايره فيها هنايا داكشي ديال رمضان سلو، وهادو اللي كانت صيفطات ليا غورمونديز لمياء غورمونديز. وصافي هكا ليا كيفاش جاكم التغيير. الصراحه ديما كنقول لكم، كنقول لكم مره بداو غير تغيروا البلايص ديال، شوفوا الزيت ما ديوش عليها هاد النهار البنات، قلت لكم غيروا غير البلايص ديال الاساس غيجيب لكم الله بحال بدلتوا شحال من حاجه. راكم عارفين حنا العيالات عشقات ملالات، انا بعدا دغيا كنعشق دغيا كنمل. كان غندوز دابا لمولاتي الكوزينه. ايوي تابعنا فينا واخا تعيا ما تاجلي، غادي نمشي نعجن معكم البطبوط، ندير بطيبطات صغيورين. يلا والكوزينه تبعوني. فوالا البنات يلا دخلت للكوزينه، لقيتوني غادي ندير دابا العجينه ديال البطبوط. هنايا عندي جوج زلايف بحال هادو ديال الدقيق القمح الكامل اللي قلت لكم صيفطات ليا ماما مغرب المزيان داير بحال الدقيق العادي، ودرت زلافه وحده ديال الفينو. تقدروا ديروهم متعادلين، انا كيعجبني نكثر الدقيق على الفينو. غادي ندير هنا معلقه كبيره ديال سكر سنيده غير باش يتحمر لينا العجين. غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، شوية ديال الملحة، الزيت الرومية ولا البلدية اللي بغيتو، ندير غير شوية. صافي غادي نرد هذا بالتعجن بالمدافي، راكم عارفين بالضبط كيفاش كيتعجن. نعجنها ونرجع معاكم. هاي تعجنات كما شفتوا راه كتجي رطيبه ولكن ما كتلصقش في اليد، شفتوا. صافي دابا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير. غنغطيها بهذا الفيلم الغذائي هذا ونخليها تقريبا واحد نص ساعه ولا اكثر، المهم على حسب نتوما الجو كيفاش داير عندكم. خاصها تنفخ، ردوا معايا البال غير تنفخ وديك الساعات نرجعو باش نقرصوه. المهم على ما يوجد لينا البطبوط ويخمر باش نقرصوه هكا، انا غادي نستغل الوقت باش نصاوب الحشوه اللي غادي نديرو البطيبطات. هاد الحشوه البنات كتجي رائعه في المذاق. عندي هنايا صدر ديال الدجاج اللي قطعته هكا طريفات صغيورين، عندي بصله اللي شلتها رقيق، فليفله حمراء الى عندكم الوان ديروها، عندي هنا مطيشه صغيره حتى هي شلتها رقيقه، قزبور ومعدنوس، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، البزهار، شويه ديال سكينجبير والملحه والزيت باش غادي نطيبو. نشعل دابا البوطه على المقيله، ندير فيها شويه ديال الزيت، ندير البصله باش تشحر. بسم الله. ندير معاه شويه ديال الملح، غنخلي البصله حتى تشحر. فاش تشحرات ليا البصله غادي نزيد فلفله مطيشه
زيت العطريه كنجبير كنجبير الخرقوم، انا ديما ما فهمي ماشي ديالي كنبقى غير كنخربق في الهضره شي مرات بحال ديك النهار شحال من بنت لحظاتها وصيفطوا لي ميساج قال لي امل قتلتي راه بالضحك نهار كنت كندير معاكم دوك هذوك السمنات المعمرين قلت لكم غنسدوها بالتمر المهم ما تجيوش عليا مره مره فهموا من راسكم. طيب هنايا الخرقوم الكنجبير والبزار غادي غير يبدا طيب شويه الفلفل ونزيد لادان زيدو حتى نتوما الى عندكم غبره غنزيد دابا لادان زبور ومعدنوس وغنزيد شويه ديال الهريسه انا كيعجبين نزيد هكا في الحشوات كتزيد مذاق صراحه زوين هي لادان ديال البنات طبقت الحشوه تقريبا كامله غادي نزيد عليها تقريبا جوج معالق ديال الكريمه الطبخ كتبقى اختياريه غير باش ما تجيش الحشوه ناشفه وتجي معيلكه وغنزيد حتى الموتزاريلا ما غاديش نزيدها دابا نقرب نعمرهم حيت انا كتعجبني هاد الحشوه تعمر في الخبيزات وهما سخانين زعما الحشوه تكون سخونه صافي شفتوا كيفاش كتجيو كتجي زعما انا فمي التراج البنات دخل عليا الصيام صافي كتجي فريمون زوينه نتمنى تجربوا هاد الحشوه هادي كتجي معلكه كما شفتوا خاصه الا زدتوا عليها الفرماج من الفوق فرماج احمر ولا فرماج اي فرماج كيعجبكم صافي دابا غنطفي عليها طيب الخبيزات ونبدا نعمر فيهم هنا رشيت شويه ديال الدقيق كما شفتوا عاد كيبان لكم ولا لا شفتوا راه تنفخات نحاول دابا نحيد من هذوك لي غاز الطبيله ديال هاد النهار قبلوا عليا داكشي اللي كيشيط راه ما كنلوحوش انا بعدا المهم قولوا لي نتوما في داكشي اللي كيشيط واش زعما مثلا يبقى ليكون بقايا من البارح واش شنو كديروا بهم واش كتحطوهم لغد ليه نيت ولا شنو كديروا انا كنسخن وكنحط يعني لا للتبدير المهم هادو اللي كنا جبنا معانا البارح من لانيس عرفتوا هادي وهادي يا البنات بنانين الا مشيتو لانيس ضروري خصكم تذوقوهم واخا ولدي هنا المخيمرات اللي كنت عمرت معاكم بطيبه تصورين الحشوه كتجي رائعه ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا التمر وهاد لي فينواز غير اللي بقاو من البارح حتى هما وصافي هادو السفوف الشباكيه وداكشي الاخر والحريره انا غنسخنها ونحطها
عصير، درت عصير غير ديال الليمون والفريز. هذا ما كان، وهذا زياد كيتسنى صايم مسكين. انا نعطيك بغا العصير. المهم بصحه فطوركم البنات. جيت درت هاد الجلسة باش نهضر معكم واحد شويه. المهم فطرنا، جمعنا الماعن وداكشي كامل. صراحه مازال ما درتو في لافيسيل حيت كنت كنصلي. زياد غتسمعو كيغني راسو باش ينعس، حطاتو في البيت ديالو باش ينعس وصافي. جبتي لي كوش مازال. لي كوش. المهم غيبقاو عندي غير غيبقاو هكا يعني في الباكية. نشوفو شنو غادي يوقع. ما بغاش نرجع للور، راه هو تقريبا راه جا شي خمسة مرات اليوم هو كيقول لي نجيبلك لي كوش امان، نجيبلك لي كوش امان. حقاش شافني تستريسيت، يعني شافني دخلني ستريس. وهذا انا حاسه بزياد يعني مقدر، على باقي صغير من جهه، من جهه اخرى اول نهار يعني عامين ونص هو كيدير لي كوش، وتجي واحد النهار تحيديهم ليه وتقول ليه بنادم راك غادي دير زعما غادي دير لي ديسل ديالك في البو، شويه صعيبه. فالمهم دابا راه يلاه جا قال لي انا غنجيبك لي كوش، ما تستريسيش راسك اكثر من القياس. حيت الصراحه الصيام والعيا وزيد عليها ستريس شويه صعيب، ولكن انا باقا شاده في كلمتي. قلت ليه ما تجيبهمش ليا، راه هو اللي جابهم من راسو. قال لي ها هما حطيهم عندك تسهل داك الشيء فهاد السيمانه هذيك. سينو قال لي خل زيديه، يعني زيديه واحد المهله، راه باقي صغير بزاف. وهذا وما غير يبدا يهضر، حيت زياد راه مازال ما كيهضر على البنات. يلاه كيقول كلمات، راكم عارفين ديك الهضره ديال العامين ونص هي اللي كيهضرها دابا، وبقي ديك الشينويه ديالو اللي كنفهمها غير انا بوحديتي. المهم هكا داز نهاري الصراحه، داز مستريس يا البنات. وحق الله عرفتو كنحس بصحتي مهدوده عليا بداك ستريس وكثر التفكير. وكل ساعه كنمشي عنده كنقول شوف ويلا بغيتي دير بيبي قولها ليا. مسكين طلعتيه في راسو بهاد الهضره. هاد النهار خرجنا باقي شرينا البو، شرينا شي تخربيق اخر باش يعاونا معاه. ما بغيتش نشري ليه الادابتور ديال طواليت نيشان، قلت نبدا ليه بالبو نشوف. المهم انا بالنسبه للبنات اللي كيفكروا حتى هما يحيدوا وليداتهم لي كوش، كل نهار ان شاء الله غنعطيكم الكونط غونجي باش نتعاونوا بيناتنا بحال هكا. والبنات اللي ديجا حيدوا وليداتهم لي كوش كتبوا لينا النصائح في لي كومونتير باش نستافدوا حتى حنايا. صافي هذا ما كان غادي نختم معكم فلوق ديال اليوم اللي كان صراحه متعب ذهنيا ماشي جسديا، ولكن الحمد لله الله يسمحنا بالوالدين يا ربي، وان شاء الله يقدرني الله ودوز هذه المرحله الصعيبه. انا عارفه النهار الاول راه صعيب، غدا ان شاء الله غنديه لاكريش ونمشي باش نوصي عليه وداكشي كامل. وصراحه واخا جاب لي راجلي لي كوش راه باغي نديرهم ليه ان شاء الله. المهم اللهم قدرنا. صافي هذا كان نختم معكم فلوق الغزالات. وبغيت نرحب كل وحده نضافت القناه، مرحبا بكم. كذلك بغيت نرحب البنات اللي جاوا من عند زكيه، وبغيت نوجه واحد الكلمه لزكيه. زكيه اللي كنعتبرها بحال اختي، صدقتنا الحمد لله زوينه بزاف. بغيت نشكرها من الجهه ديال اليوتيوب انها كانت اول وحده دعمتني تقريبا، سواء من المعلومات من النصائح، يعني كانت من بين البنات. كاينين بنات اخرين دعموني واللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا وما عارفين ريوسهم. شكرا لكل وحده وقفت جنبي وشدت بيدي في هذا الوقت اللي صعيب انك تلقاي شي واحد اللي يعطيك حتى معلومه. فزكيه وحده من دوك البنات اللي كانت سباقه دائما انها تعاونني وتوقف حدايا، تعطيني معلومات تعطيني نصائح. بغيت نقول لك شكرا بزاف زكيه، الله يخطيك والله يسهل عليك يا ربي وحشمنا يا ربي. هادشي اللي بغيت نقول لك. المهم اسمحي لي ما كنعرفش نعبر، ديجا رحنا هضرنا في الواتساب، يعني هذه غير كلمه بغيت نقولها في حقك هنا في اليوتيوب. وكذلك بغيت نقولها لي زابوني ديالك اللي جاوا من عندك، غرو بيزو ليكم كاملين. شكرا بزاف حيت ثقتوا فيا وتابوناتي في القناه. ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديال القناه. كاين الجديد ان شاء الله، وكاين السلسله ديال رمضان اللي جايه فيها بزاف ديال الحوايج زوينين. صافي هذا ما كان البنات، غادي نختم معكم فلوق هنايا. وغادي نقول لك الا كنتي اول مره كتشوفيني اشتركي في القناه باش دائما توصلي بجديد. بارطاجي القناه للناس مع صحابكم حبابكم وكاع الناس اللي كتعرفوه.
باش تكبر العائله ديالنا اكثر واكثر. ونتشجع حتى انا، متحمس. تهلاو ليا فراسكم، تلقى فيديو جاي.